بعد صبر طويل من مرور تقريبا 3 أعوام لانقطاع التيار الكهربائي في قضاء البعاج ومناطق وحدات إدارية أخرى في محافظة نينوى، وبجهد متواصل حقيقة من الشركة العامة لتوزيع الشمال الكهربائية ومديرها الأستاذ زيدان المحترم، وكذلك مدير توزيع الأطراف الأخ المهندس غسان، اللي أشهد له حقيقة بجهده الحثيث منذ تحرير أول وحدة إدارية في محافظة نينوى في منطقة قيارة، وهو مواكب مع الحكومة المحلية والقوات الأمنية لإعادة التيار الكهربائي في هذه الوحدات الإدارية. واليوم في أبعد نقطة تقريبا عن محافظة مركز المدينة قضاء البعاج بفضل الله سبحانه وتعالى، وهذه الجهود المتواصلة من قبل هذه الشركة ومديرة الأطراف، اليوم أعيد التيار الكهربائي بشكل طبيعي لقضاء البعاج لينعم أهلنا إن شاء الله بهذه الخدمة، ونأمل إن شاء الله في القريب العاجل إن شاء الله إيصال هذه الخدمة الكهربائية لجميع الوحدات الإدارية لقضاء البعاج بقراها ونواحيها إن شاء الله، ونأمل إن شاء الله عودة سريعة لأهلنا في المخيمات والخلاص من معاناة المخيمات بعد إعادة الطاقة الكهربائية لمناطقهم. عندما نطالب المواطنين بالعودة إلى مناطقهم خاصة المهجرين، في لابد أن يكون هناك خدمات حقيقية في تلك المناطق، وخاصة المناطق البعيدة، المناطق الغربية، قضاء البعاج، قضاء الحضر، قضاء السنجار، أطراف النواحي التابعة لها. فاليوم الحمد لله هذه مبادرة جيدة من دائرة توزيع كهرباء الأطراف بأنها عادت التيار الكهربائي الوطني إلى القضاء. إن شاء الله نحن متواجدين مع السيد رئيس عضو مجلس محافظة نينوى الأستاذ خلف الحديدي اليوم بصحبة عدد من المدراء الدوائر المركزية في المحافظة، حتى نقف على أهم المعوقات والمشاكل التي يحتاجها أهالي القضاء. إن شاء الله سنكون داعمين لعودة الخدمات وخلق الاستقرار من أجل ضمان عودة النازحين، خاصة وأننا إن شاء الله وحسب توجيهات السيد المحافظ بأننا سنرفع الشعار سيكون عام 2019 هو عام الإنجازات وعام المشاريع. بدورنا كمديرية بلدية نينوى سوف نرى عن قريب العاجل انطلاق العديد من المشاريع التي سيذكرها السيد عضو مجلس محافظة نينوى خلال الاجتماع الذي سينعقد في بلدية البعاج. اليوم تم تشغيل متنقلة سعة 31.5 MVA من القرض الألماني لتغذية مركز قضاء البعاج بالتيار الكهربائي، حيث تم قبل قليل تم تشغيل 4 مغذيات 11 كيفي تغذي مركز القضاء وتغذي بحوالي 80 محولة توزيع كهربائية. بعد أن كان القضاء يتغذى من مغذي واحد فقط للطوارئ، اليوم تم إعادة التيار الكهربائي لعموم مركز القضاء. العمل جاري على إعادة مغذيات القرى، وإن شاء الله في القريب العاجل يتم إعادتها والتي سوف تتغذى من نفس هذه المتنقلة. شكرا لكل من ساهم في إعادة تيار الكهرباء القضاء البعاج من كوادر الصيانة وشعب المحطات والقابلوات، تضافرت الجهود والحمد لله، وكل هذا كان بفضل الله سبحانه وتعالى وبدعم كبير من السيد مدير عام الشركة العامة لتوزيع كهرباء الشمال أستاذ زيدان، كان على تواصل مباشر معنا، ذل الجميع الصعاب على الرغم من أنه القضاء تعرض إلى نسبة كبيرة جدا من الدمار في معدات الكهربائية للقضاء. بالنسبة لنا حنا شاكرينها ونقول لهم الله يجزاكم بالخير وندعي. بالنسبة لأهالينا بالمخيمات واللي خارج يرجعون لقضاء البعاج، البعاج الأمن مستتب الحمد لله، والكهرب وصل وكل شيء على ما يرام.
عدد داخل القصبة أكثر من تقريبا 3000 عائلة لداخل القصبة أو أكثر تقريبا. بالنسبة للقضاء تقريبا كل أغلبية القضاء أهل بعاج رجعوا للقصبة، والباقيين إن شاء الله ندعوهم للوصول إلى مناطقهم وبيوتهم، الكهرباء وصل والماء وصل وكل شيء متوفر والأمن مستتب.